صينيه الفليه بالبتنجان. عندي لحم فليه، بتنجان مشوي، طماطم مشويه، فلفل مشوي، بقدونس مفروم ناعم، ملح وفلفل وبهارات وجوز الطيب وزيت زيتون، دبس رمان وبصل وتوم وزبادي، نم على الصوص. هنصلي على النبي الاول وننزل بحبه زيت الزيتون، وبعدين ننزل بالبصل والتوم. انت مش الك صالح. جوز الطيب، ملح وفلفل، بهارات ابو طلال، نقطع بقى اللحمه بتاعتنا رفيعه خالص، حلو الكلام ده يا باشا. دي الطماطم المشويه، فهنا حبة شطة اهم، ده البتنجان بتاعي برضو مشوي، مالها حبة الكزبرة الخضرا دول، حطينا الحشو بتاعنا اهو، دينا ملح وفلفل، هنقفل. نفسي قاعد اتفرج على ايه مش عارف. حبة حشو البتنجان دول مهمين جدا عندي، وبدبسها كده عشان خاطر ما تفكش مني وانا بعمل لها صدمه، لكن اعمل حتى لو ناحيه واحده بس عشان ايه نبقى سويناها. هي لحمه الفيليه بتستحمل يعني، ما بتستحملش، بتاكل نيه. حبه زيت، زاست تاتش، مش كتير. الطاسة دي على النار مولعة نار.
حب زيت صغيرين. ها وادي البتنجان بتاعي. بص يا عم الحاج، ده فلفل الوان مشوي، حلو. ده اصحى بقى النبي، الجوس اللي نازل من البتنجان ده اهم حاجة عندي، ده اهم حاجة عندي، الجوس اللي نازل من البتنجان كده. احنا حشينا، ونجيب بقى شوية كزبرة خضرة، هم دول. وادي حبة دبس الرمان اهو، ده انا هوريك شوية سلطان بيبر، مش ياما. يا خبر ابيض على النهارده، ماله ده احنا فين الخشبه؟ قول يا مهلبية يا ما تحرجني كده انت. طيب عندي هنا اللي باقي من الصوص المشوي ده شوية جبنة، شوية كريمة لباني او زبادي واتيفر دوت وات يو وانت. تقول احنا اتفقنا على كده؟ ايوه مقام السيد. Mm-hmm.